تمكنت شركة مغربية من تطوير أول طائرة مسيرة محلية الصنع، حيث تعرض بمعرض الطيران في باريس. وتمثل قدرة الشركة المغربية EAS على تصنيع الطائرة المسيرة محلياً خطوة كبيرة في مجال الصناعات الجوية والفضائية في المغرب. ولفت الموقع إلى أن الطائرة المسيرة المغربية يمكنها الإقلاع عمودياً، ما يمنحها ميزة كبيرة في البحث والاستطلاع ضمن مهام عسكرية أو أمنية. وتسعى الشركة من خلال هذا الابتكار إلى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تستجيب لاحتياجات القطاعات المختلفة. تأتي هذه الخطوة في إطار النهج الاستراتيجي للمغرب لتعزيز القطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة العالمية.